معنا الدكتور محمد حلاوة، أستاذ الغدة الصماء والسكر، كلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس وحدة الغدة الصماء. أنا النهاردة في المؤتمر إن شاء الله هتكلم على الصوديوم الكوست ترانسبورتر إنهيبيتور as a first line treatment في الأنتي دايابيتيك مانجمنت. طبعا هو الجايد لاينز معروفه، والجايد لاينز كارنتلي ريكومند فيرست ستيب بعد اللايف ستايل ميتفورمين. ده بالنسبه للامريكان دايابيتيك اسوشيشن واليوروبيان اسوشيشن ستاد اوف دايابيتس. لكن في سترونج داتا كيم مع الصوديوم الكوست ترانسبورتر انهيبيتورز كارديوفاسكولار اوتكم ترايلز. عندنا طبعا الاشهر هي الامبريج ترايلز، واللي تقريبا ريبليكيتنج ذا سيم ريزلتس عن طريق الكانفاس، اللي بينت لنا فيه بيتر اوتكم على مستوى الكارديوفاسكولار موربيديتي ومورتاليتي سيجنيفيكانت ريدكشن حوالي 40%. يمكن كان الجميل ان تقريبا نفس الرقم جه في التو ترايلز. في عندنا كمان ميتا اناليسيز من الريجستري في سي بي دي ري ترايلز، وخدت برضو معظم الصوديوم الكوست ترانسبورتر كومبيرد للاذر جروبس، وشود سيجنيفيكانت بينيفيت على مستوى الكارديوفاسكولار اوتكم، الميوكارديال انفاركشن، الهارت فيلير، الكارديوفاسكولار ديث. وبالتالي المور برو اكتيف ريكومنديشنز كيم مع الامريكان كولج اوف اندوكرينولوجي لما حطت الصوديوم الكوست ترانسبورتر انهيبيتور از اي فيرست لاين تريتمنت مع اللايف ستايل، الترناتيفلي الميتفورمين. طبعا يمكن هم قالوا ساعتها الميتفورمين لو ما كانش توليريتد لسبب او كونترا انديكيت لسبب او لاخر. ومن هنا احنا بنقول من خلال برو اكتيف اتيتيود وذ بيتر جلاسيميك كنترول اند بيتر كارديوفاسكولار اوتكم، اللي هي المين كوز اوف موربيديتي اند مورتاليتي فور دايابيتس، ذا يوز اوف صوديوم كوست ترانسبورتر انهيبيتور از اي سمبل اند اورال تريتمنت هاف اي جود تشانس فور انيشيشن وذ ذا تريتمنت. شكرا.